هتستمر حتى 15 يوليو الجاري. في نفس السياق قدام حضراتكم صور ارشيفيه لهذه المسابقه، في نفس السياق الاهلي يستحوذ على المركز الاول او المراكز الاولى في بطوله منطقه القاهره للسباحه. عايزين نقول ما شاء الله عشان يعني ربنا يبارك في الولاد دول. شهدت بطوله منطقه القاهره للسباحه والمقامه حاليا في فرع النادي بمدينه نصر تألقا كبيرا لسباحي وسباحات الاهلي في منافسات 11 سنه. نجحت جنه صفوت ما شاء الله اللي قلناها منذ قليل في الفوز بالمركز الاول، كانت فازت بالمركز الثاني لكن الفوز بالمركز الاول في منافسات 50 متر سباحه حره، بينما حصلت حبيبه محمود على المركز الثاني في نفس المنافسات، وتوج معاذ محمد سيد بالمركز الاول في منافسات 100 متر صدر، فيما فازت جنى خالد بالمركز الاول في منافسات 200 متر صدر، وحصل احمد ناجي على المركز الثالث في منافسات 100 متر ظهر ايضا، فيما فاز مازن عماد بالمركز الثالث في سباق 400 متر حره اولاد، وفاز فريق 11 سنه بالمركز الاول في منافسات التتابع الحر مختلط 4 في 100 متر جماعي. حاجه ما شاء الله وحاجه جميله جدا. معايا على التليفون الكابتن محمد علام مدير جهاز السباحه بالنادي الاهلي. كابتن محمد اهلا وسهلا بحضرتك. ازي حضرتك يا كابتن مجدي؟ ازي حضرتك؟ ربنا يخليك يا رب. كل سنه حضرتك طيب الاول، والف مبروك على النجاحات الكبيره اللي بيحققها اولادك في هذه المنافسات. الله يخليك. هو ده طبعا بمساعده، مفيش نجاح بيجي لوحده، اكيد في جهود متضافه من كل المسؤولين في النادي الاهلي. النادي الاهلي بدايه مجلس اداره، مدير النشاط الرياضي، فكل دول بيساعدونا ان احنا نقدر نحقق الهدف ان يبقى الاهلي باذن الله في المقدمه على طول. يعني ما شاء الله انا عمال اقول ارقام وعمال اقول ميداليات، ما شاء الله كله يا كابتن محمد حاسس باهميه النادي الاهلي وكله حاسس بالنادي الاهلي قد ايه كبير، عشان كده كله بيسعى على قدم وساق ان هو دايما يرفع اسم النادي الاهلي عالي. اكيد. يعني قول لي ابرز اللاعبات واللاعبين اللي عند حضرتك واللي بتتوقع لهم مستقبل كبير. هو انا بص اقول لحضرتك حاجه، طبعا انا سامعك وانت بتقول النتائج بتاعت اللعيبه هي كلها طبعا صحيحه. هو طبعا المميز قوي فيهم اللي هو معاذ حقق رقم قياسي في ال 200 بريد زي ما انت قلت 254. الرقم ده اساسا بقاله 20 سنه ما حدش قدر يقرب منه، كون ان معاذ يحققه ويحطم الرقم ده ما شاء الله دليل على ان الحمد لله احنا ماشيين في الاتجاه الصح، وربنا يكرم في اللي جاي باذن الله يكون افضل. يعني برضو يا كابتن معلش انا هطول على حضرتك شويه، الكابتن محمود الخطيب النهارده كان بيتكلم على دعم هؤلاء الابطال من وزاره الشباب والرياضه لدعمهم في المستقبل ان شاء الله. هو بص هقول لحضرتك حاجه، احنا تملي طبعا في اعداد للبطل ان هو يوصل لبطل اولمبي، وفي حاجات كتير بيحتاجها. احنا عندنا سباحين زي علي خلف الله مثلا، اول سباح يكسر حاجز 2020 في تاريخ مصر وحطم الرقم، حاصل على الميداليه البرونزيه في بطوله البحر الابيض. ف دول واحمد اكرم طبعا سباح الذهب بتاع الناشئين في الاولمبيات اللي فاتت. فهو احنا عندنا عناصر الحمد لله مميزه، وعندنا اجيال بتتعاقب ورا بعض ما شاء الله. هم بيشوفوا الناس اللي هم مثل اعلى ليهم زي احمد اكرم وعلي خلف الله ومحمد تاني وحسن ياسر، يعني عندهم امثله كتير يبصوا لها. وزي البنات طبعا ليه قاسم اول بنت كانت تشارك في الاولمبياد كاول فتاه في الاولمبياد اللي فاتت، ليه قاسم شاركت في السباحات لحظه فترات طويله. عندنا هانيا مور شاركت في الاولمبياد اللي فاتت، يعني عندنا سباحين الحمد لله كنادي اهلي سباحين مميزين جدا، وعندنا الاولاد كلهم بيبصوا لهم على انهم هم دول المثل الاعلى اللي بيطلعوه باذن الله. ان شاء الله باذن الله كل التوفيق لحضرتك. يعني شايف السباحه المصريه فين من السباحه العالميه يا كابتن محمد؟ والله هقول لحضرتك حاجه، احنا في خلال الثلاث اربع سنين اللي فاتوا احنا عندنا دلوقتي سباحين مميزين جدا، يعني كونك ان انت تحقق ميداليه في الاولمبياد فريد عثمان فريد عالم اكيد فاهمني، فيعني انت دخلت خلاص انت بقيت لا تقل عن اي دوله، بس هي القصه ان انت لازم توفر مناخ كويس للاعبين والتدريب كويس، فهو كله مع بعضه طبعا. وفوق دول طبعا اولياء الامور هم اللي بيتعبوا بيبذلوا المجهود مع اولادهم عشان يوصلوا لنتائج كويسه، لكن احنا كمصر الحمد لله لا احنا متقدمين دلوقتي في رياضه السباحه، ونتائج الاتحاد البحر الابيض والمتوسط
دليل على ذلك يعني. أكيد أكيد يا كابتن محمد، يعني كل التوفيق ليك ولولادك إن شاء الله تحققوا المزيد من البطولات ومن الأرقام ومن الميداليات، وإن شاء الله كل التوفيق لحضرتك فيما هو قادم. كابتن محمد علام مدير جهاز السباحة بنادي الأهلي، شكرا جدا لحضرتك. ده كان حديث